أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الأساسي معكم المعلمة مي محمد أبو حطب سنكمل اليوم شرح الوحدة السابعة مع الدرس الثالث ودرسنا اليوم بعنوان ضرب عددين عشريين يتوقع منك عزيزي الطالب بعد مشاهدتك للدرس أن تكون قادرا على إيجاد ناتج ضرب عددين عشريين وحل مسائل يومية وحياتية منتمية لموضوع الدرس دعونا أعزائي الطلاب نتذكر أولا بعض المعلومات التي سبق أن درسناها وتتعلق بدرسنا لليوم نتذكر مساحة المستطيل ما هي مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض أيضا دعونا نتذكر ما هي مساحة المربع؟ مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع نتذكر أيضاً كيف نكتب العدد العشري على صورة كسر غير حقيقي وذلك من خلال النشاط التالي نشاط رقم واحد أكتب الأعداد العشرية التالية على صورة كسور غير حقيقية نبدأ بالعدد العشري الأول سبعة صحيح واثنان من عشرة لكتابة العدد العشري على صورة كسر غير حقيقي نلاحظ أن البسط هو العدد 72 والمقام يساوي عشرة لأن عدد الأصفار في المقام يجب أن تساوي عدد المنازل العشرية في العدد العشري فنلاحظ في العدد العشري سبعة صحيح واثنان من عشرة لدينا منزلة عشرية واحدة لذلك سيكون المقام فيه صفر واحد وسيكون العدد عشرة ننتقل إلى العدد العشري الثاني أربعة صحيح وستة وثلاثين من مئة نكتبه على صورة كسر غير حقيقي فيكون البسط 436 على 100، نلاحظ أن عدد الأصفار يساوي عدد المنازل العشرية في العدد العشري، ونلاحظ أن العدد العشري 4 صحيح و36 من 100 فيه منزلتان عشريتان؛ لذلك سيكون المقام يساوي 100. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل إلى درسنا لليوم مع نشاط رقم 2: احتفالا بيوم الشجرة. الذي يصادف الخامس عشر من كانون الثاني من كل عام قامت إحدى البلديات بعمل أحواض مستطيلة الشكل طول كل منها ثلاثة صحيح وأربعة من عشرة متر وعرضها اثنين صحيح وستة من عشرة متر حول كل شجرة زيتون تمت زراعتها في هذه المناسبة أحسب مساحة كل حوض من هذه الأحواض نحدد معا معطيات المسألة الحوض مستطيل الشكل، ما طوله؟ طوله يساوي ثلاثة صحيح وأربعة من عشرة متر، وعرضه؟ عرضه يساوي 2 صحيح وستة من عشرة متر، ما المطلوب في المسألة؟ المطلوب في المسألة هو إيجاد مساحة الحوض، نعلم أن مساحة الحوض عبارة عن نعلم أن الحوض عبارة عن مستطيل، لذلك ستكون مساحة الحوض تساوي الطول ضرب العرض، ويساوي كم طول المستطيل؟ 3 صحيح و4 من عشرة وعرضه 2 صحيح و6 من عشرة إذا مساحة المستطيل تساوي 3 صحيح و4 من عشرة ضرب 2 صحيح و6 من عشرة الآن نكتب كل من العددين العشريين على صورة كسر غير حقيقي فيكون العدد العشري 3 صحيح و4 من عشرة هو عبارة عن 34 على 10 والعدد العشري اثنين صحيح وستة من عشرة عبارة عن ستة وعشرين على عشرة إذا أصبحت المسألة أربعة وثلاثين على عشرة ضرب ستة وعشرين على عشرة الآن نبدأ بضرب البسط ضرب البسط على المقام ضرب المقام ناتج ضرب ستة وعشرين ضرب أربعة وثلاثين كم يساوي؟ ناتج ضرب ستة وعشرين ضرب أربعة وثلاثين يساوي تمنمية أربعة وثمانين والمقام في المقام عشرة ضرب عشرة كم يساوي؟ عشرة ضرب عشرة 10 يساوي مئة إذا الكسر الناتج يساوي 884 على مئة الآن أعزائي الطلاب كيف نستطيع تحويل هذا الكسر إلى عدد عشري؟ نلاحظ أن عدد الأسفار في المقام لدينا سفران إذا كم منزلة عشرية ستكون لدينا؟ سيكون لدينا منزلتان عشريتان وسيكون الناتج 8 صحيح و84 من 100 ووحدة القياس هي متر مربع اذا مساحه الحوض تساوي 8 صحيح و84 من 100 متر مربع اذا اعزائي الطلاب 3 صحيح و4 من 10 ضرب 2 صحيح و6 من 10 تساوي 8 صحيح و84 من 100 والآن ما العلاقة بين عدد المنازل العشرية في الناتج، وعدد المنازل العشرية في العددين المضروبين؟ من النشاط السابق نستنتج أن لضرب عددين عشريين، فإننا نضرب كما في الأعداد الصحيحة، ونضع الفاصلة العشرية في الناتج؛ بحيث يكون عدد المنازل العشرية مساويًا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين. دعونا أعزائي الطلاب نطبق هذه القاعدة من خلال النشاط التالي نشاط رقم ثلاثة أضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب ليصبح الناتج صحيحا ألف اتنين صحيح وخمسة من عشرة ضرب اتنين صحيح وخمسة من عشرة معطى الناتج ناتج الضرب خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين يساوي ستمائة وخمسة وعشرين الآن نريد وضع الفصل العشرية في المكان المناسب تعلمنا في القاعدة أن مكان الفصل العشرية سيكون عبارة عن مجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين نلاحظ كم منزلة عشرية موجودة في العدد العشر الأول لدينا منزلة واحدة وفي العدد العشر الثاني لدينا أيضا منزلة واحدة إذن سيكون مكان الفاصلة العشرية في الناتج بعد منزلتان عشريتان ونبدأ العد دائما من جهة اليمين ليصبح الناتج ستة صحيح وخمسة وعشرين من مئة ننتقل إلى فرع باء من النشاط الثالث ستة صحيح وواحد وثلاثين من مئة ضرب ثلاثة صحيح وأربعة من عشرة نبدأ الضرب كما في الأعداد الصحيحة ومعطى الناتج واحد وعشرين ألف وخمسين نبدأ الآن وضع الفاصلة العشرية في المكان المناسب نلاحظ كم منزلة عشرية في العدد العشر الأول لدينا منزلتان عشريتان وكم منزلة في العدد العشر الثاني لدينا منزلة عشرية واحدة ما مجموع منزلة زائد منزلتان يساوي ثلاث منازل إذن ستكون الفاصلة العشرية في الناتج بعد ثلاث منازل ليصبح الناتج واحد وعشرين صحيح وأربعمائة أربعة وخمسين من ألف جيم واحد صحيح وخمسمية سبعة وستين من ألف ضرب أربعة صحيح واثنان من عشرة ناتج الضرب معطى هو عبارة عن خمسة وستين ألف وتمنمية وأربعة عشر الآن يجب علينا وضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب، نبدأ بعدّ المنازل العشرية؛ لدينا كم منزلة في العدد العشر الأول؟ لدينا ثلاث منازل، ولدينا منزلة أخرى في العدد العشر الثاني، إذا سيكون مكان الفاصلة العشرية في الناتج بعد أربع منازل، ونبدأ العدّ دائمًا من جهة اليمين؛ يصبح الناتج ستة صحيح وخمسة آلاف وأربعة عشر من عشرة آلاف. ننتقل إلى الفرع د من النشاط الثالث ثلاثة صحيح وتسعة من مئة ضرب واحد صحيح وخمسة من عشرة عند ناتج ضرب ثلاثمية وتسعة ضرب خمسة يكون الناتج أربعة آلاف وستمية وخمسة وثلاثين الآن نضع الفصل العشرية في مكانها المناسب كم منزل عشرية في العدد العشر الأول منزلتان وكم منزل عشرية في العدد العشر الثاني منزلة واحدة نجمع عدد المنازل العشرية فيصبح لدي ثلاث منازل عشرية نضع الفاصلة بعد ثلاث منازل عشرية ونبدأ العد دائماً من جهة اليمين ليكون الناتج أربعة صحيح وستمية خمسة وتلاتين من ألف نشاط رقم أربعة أجد ناتج ما يأتي ستة صحيح واثنان من عشرة ضرب اثنين صحيح وثلاثة من عشرة نبدا بترتيب الاعداد لنضربهم كما في ضرب الاعداد الصحيحه ونبدا بالترتيب راسيا ليسهل علي اجراء عمليه الضرب 62 ضرب 23 نبدا بضرب منزله الاحاد 3 ضرب 62 3 ضرب 2 يساوي 6 3 ضرب 6 يساوي 18 انتهينا من منزله الاحاد ننتقل الى منزله العشرات نضع اشاره الجمع ومن ثم سفر الحارس ليحفظ لي مكان منزله الاحاد نبدا بضرب 2 ضرب 62 2 اتنين ضرب 2 يساوي 4 و2 ضرب 6 يساوي 12 الان انتهينا من مساله الضرب ننتقل الى الجمع لنجد الناتج 0 زائد 6 يساوي 6 8 زائد 4 يساوي 12 2 وباليد 1 واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة وباليد واحد لا ننسى باليد واحد ويساوي الناتج أربعة وواحد ينزل كما هو إذا يكون الناتج ألف ستة وعشرين هل هذا الناتج؟ لا ليس هو الناتج يجب علينا أن نضع الفاصلة العشرية في مكانها المناسب كم منزلة عشرية في العدد العشر الأول؟ يوجد لدينا منزلة واحدة وفي العدد العشر الثاني لدينا أيضا منزلة واحدة فيكون مكان الفاصلة العشرية في الناتج بعد منزلتان ليصبح الناتج أربعة عشر صحيح وستة وعشرين من مئة ننتقل إلى المسألة التالية سبعة صحيح وأربعة من عشرة ضرب اثنين صحيح وخمسة من عشرة نبدأ الضرب كما في الأعداد الصحيحة نرتب الأعداد رأسيا ليسهل علي إجراء عملية الضرب أربعة وسبعين ضرب خمسة وعشرين نبدأ بضرب الآحاد في العدد أربعة وسبعين خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين صفر وباليد اثنان خمسة ضرب سبعة يساوي خمسة وثلاثين وباليد اثنان فيكون الناتج سبعة وثلاثين انتهينا من منزلة الآحاد نضع إشارة الجمع ومن ثم صفر الحارس نبدأ بضرب العشرات في العدد أربعة وسبعين اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية 2 ضرب 7 يساوي 14، نبدأ الآن بعملية الجمع، 0 زائد 0 يساوي 0، 7 زائد 8 يساوي 15، نضع 5 وباليد 1، 3 زائد 4 يساوي 7 وباليد 1، فيكون الناتج 8، ويتم إنزال العدد 1 كما هو، فيكون الناتج 1850، الآن لا ننسى وضع الفاصلة العشرية بعد كم منزلة؟ نلاحظ عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين لدينا منزلة واحدة في العدد العشر الأول ومنزلة أخرى في العدد العشر الثاني فيكون الفاصلة العشرية بعد منزلتان عشريتان ليصبح الناتج 18 صحيح وخمسين من مئة نكمل مع النشاط الرابع أيضا نجد ناتج ما يأتي 2 صحيح و18 من 100 ضرب 3 صحيح و4 من عشرة، نبدأ الضرب كما في الأعداد الصحيحة، ولكن يجب علينا دائمًا وضع العدد الذي له عدد من المنازل أكبر إلى أعلى، فنضع العدد 218 إلى أعلى، ثم نضرب في العدد 34، ونبدأ الضرب كما تعلمنا سابقًا، 4 ضرب 8 يساوي 32، 2 وباليد 3 أربعة ضرب واحد يساوي أربعة وباليد ثلاثة فيكون الناتج سبعة أربعة ضرب اثنين يساوي ثمانية انتهينا من منزلة الأحاد نضع عملية الجمع ومن ثم سفر الحارس ننتقل إلى العشرات ثلاثة ضرب ثمانية يساوي أربعة وعشرين أربعة وباليد اثنان ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة ولا ننسى باليد اثنان فيكون الناتج خمسة 3 ضرب 2 يساوي 6 نبدأ الآن بالجمع 2 زائد 0 يساوي 2 7 زائد 4 يساوي 11 واحد وباليد واحد 8 زائد 5 يساوي 13 ولا ننسى واحد باليد فيكون الناتج 14 4 وباليد واحد 6 زائد باليد واحد فيكون الناتج 7 إذا 7412 ولا ننسى وضع الفاصلة العشرية. لدينا منزلتان عشريتان في العدد العشر الأول ومنزلة عشرية أخرى في العدد العشر الثاني ليصبح لدينا ثلاث منازل عشرية. نضع الفاصلة العشرية بعد ثلاث منازل ونبدأ العد دائما من جهة اليمين فيكون الناتج سبعة صحيح و412 من ألف. ننتقل إلى المسألة التالية. أربعة صحيح وخمسة من مئة ضرب ثلاثة صحيح وواحد من عشرة نبدأ الضرب ونرتب الأعداد رأسيا نكتب العدد أربعمائة وخمسة إلى أعلى ومن ثم العدد واحد وثلاثين نبدأ بالضرب كما تعلمنا واحد ضرب خمسة يساوي خمسة واحد ضرب صفر يساوي صفر وواحد ضرب أربعة يساوي أربعة نضع علامة الجمع ومن ثم صفر الحارس نبدأ بضرب العدد ثلاثة ضرب أربعمائة وخمسة 3 ضرب 5 يساوي 15 5 وباليد 1 3 ضرب 0 يساوي 0 وننسى 1 باليد فيكون الناتج 1 3 ضرب 4 يساوي 12 نبدأ بالجمع 5 زائد 0 يساوي 5 0 زائد 5 يساوي 5 4 زائد 1 يساوي 5 2 تنزل كما هي وال1 كما هو فيكون الناتج 12555 نضع الآن الفصل العشرية كم منزلة عشرية لدينا في العدد العشري الأول؟ لدينا منزلتان عشريتان وفي العدد العشري الثاني لدينا منزلة واحدة لذلك نضع الفصل العشرية في الناتج بعد ثلاث منازل ونبدأ العد دائما من اليمين فيكون الناتج 12 صحيح و555 من ألف دعونا نناقش أعزائي الطلاب بعض المسائل اللفظية المتعلقة بدرسنا لليوم. نشاط خمسة: باع جميل ستة عشر ونص كيلوغرام من الجبن، ثمن الكيلوغرام الواحد أربعة صحيح وخمسة من عشرة دينار، ما ثمن ما باعه من الجبن؟ دعونا نناقش معًا معطيات المسألة، لدينا 16.5 وخمسة من عشرة كيلو جرام من الجبن وثمن الكيلو جرام الواحد ما هو ثمن الكيلو جرام الواحد؟ ثمن الكيلوغرام الواحد هو أربعة صحيح وخمسة من عشرة نحدد المطلوب في المسألة المطلوب في المسألة هو الثمن الكلي للجبن نبدأ الحل ثمن الجبن يساوي عدد الكيلو جرامات ضرب ثمن الكيلو جرام الواحد فيكون يساوي 16 صحيح ونصف ضرب ثمن جرام الواحد هو أربعة صحيح وخمسة من عشرة، إذا نضرب 16 صحيح وخمسة من عشرة ضرب أربعة صحيح وخمسة من عشرة، وتعلمنا سابقا نبدأ الضرب كما في الأعداد الصحيحة يكون الناتج 7425 نضع الفاصلة العشرية بعد منزلتان لأنه لدي منزلة عشرية واحدة في العدد العشر الأول ومنزلة أخرى في العدد العشر الثاني، ويكون الناتج 74 صحيح و25 من مئة دينارًا. ننتقل إلى نشاط آخر، وهو عبارة عن مسألة لفظية أخرى. نشاط رقم ستة: حديقة مربعة الشكل، طول ضلعها تمنية صحيح وأربعة من عشرة مترًا. أحسب مساحتها. نعلم أن مساحة المربع تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع ولأن الحديقة مربعة الشكل إذا مساحة الحديقة تساوي طول الضلع ضرب طول الضلع كم يساوي طول ضلع الحديقة؟ يساوي 8 صحيح 4 من 10 ضرب 8 صحيح 4 من 10 ونضرب كما تعلمنا سابقا فيكون الناتج 70 صحيح و56 من 100 متر مربع نلاحظ أن عدد المنازل العشرية في الناتج منزلتان وذلك لأن مجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين يساوي منزلتان ننتقل الآن إلى مسألة لفظية أخرى دعونا أعزائي الطلاب نناقش سويا معطيات المسألة ونتعرف على كل من المطلوب وطريقة الحل المناسبة نشاط رقم سبعة قطعة أرض مربعة الشكل محيطها اثنان وتسعين صحيح وخمسة من عشرة مترا أحيطت بسياج من جهاتها الأربع فإذا كان ثمن المتر الواحد من السياج اثنين صحيح وخمسة من عشرة دينار أحسب كلفة السياج يوجد لدينا قطعة أرض على شكل مربع والمقصود بالمحيط هو طول السياج الذي يحيطها, يحيطها من الجهات الأربعة ولحساب كلفة السياج نضرب طول السياج في ثمن المتر الواحد إذا كلفة السياج تساوي 92 صحيح و5 من عشرة ضرب 2 صحيح و5 من عشرة ويكون الناتج 231 صحيح و25 من مئة دينارا بهذا النشاط نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لليوم نتذكر أعزائي الطلاب قاعدة درسنا لليوم هي لضرب عددين عشريين فإننا نضرب كما في الأعداد الصحيحة ونضع الفاصلة العشرية في الناتج بحيث يكون عدد المنازل العشرية مساويا لمجموع المنازل العشرية في العددين المضروبين تذكر دائما عزيز الطالب عند التعامل مع المسائل اللفظية تعرف على معطيات المساله استحضر معلوماتك السابقه المرتبطه بالمساله حدد المطلوب في المساله ثم فكر جيدا لتحدد طريقه الحل المناسبه اعزائي الطلاب اتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه مع درس جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد مشاهدتك للفيديو يتوقعنا المرسل